ليلة النصف من شعبان، وإحنا على أيام قليلة نحتفي بهذه الليلة المباركة. والروايات كثيرة عن ليلة النصف من شعبان وعن مآثرها وعن فضائلها، والبعض يقول أنها أيضا في هذه الليلة يحدد أعمال الأنعام ويحدد مواليد العام ويحدد أموات العام، كلها أقوال يعني. نعم. يعني ما أقدرش أقول أنها يعني هناك وثائق أو ما يؤكدها. نعم. لكن دائما هذا هو الرائج. فضل ليلة النصف من شعبان، كيف نستقبلها؟ كيف نعمل ونجتهد من أجل هذه الليلة المباركة؟ فضلها وماذا يدور في هذه الليلة المباركة؟ هذه الليلة من الأوقات المباركة المفضلة في العام. أو هل في حد محروم من القبول والمغفرة في ليلة النصف من شعبان؟ برضو عشان يبقى كملت السؤال. لا شك يا فندم، هو عندنا ورد روية. نعم. أن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه أرسل إلى أحد عماله قال له عليك بأربع ليال فإن الرحمة تفرغ فيها إفراغا، ليلة النصف من شعبان، ليلة أول رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الفطر، وليلة الأضحى. وروي أن سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه قال خمس ليال يستجاب فيها الدعاء، خمس ليال يستجاب فيها الدعاء، ليلة الجمعة يوم الخميس بالليل، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الفطر، وليلة الأضحى. والأحاديث وردت جملة من الأحاديث بتتقوى بقى، عشان ده الحديث يقول لك ده ضعيف وده الحديث ده ضعيف، لكن هذه الأحاديث يتقوى بعضها ببعض، ويقول لك ضعيف تقوى بكثرة طرقه. وده عموما فضائل الأعمال، فهي عندنا جملة من الأحاديث في فضل هذه الليلة، أن يطلع الله سبحانه وتعالى على عباده فيغفر الأكثر من غنم شعر بني كلب، أدي رواية. وفي رواية تانية أن ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، اللي اتكلمنا عنها من شوية. إجمالا هذه ليلة مباركة، وقال بعض العلماء زي ما حضرتك تفضلت يا دكتور عمرو إن هي الليلة اللي بتقدر فيها أرزاق الخلائق ومقادير الخلائق، وربنا بيطلع الملائكة فيها، بيطلع الملائكة مش لسه بيكتب بقى، لأن هي جرى القلم. في حديث في صحيح الإمام مسلم سيدنا النبي يقول لأنس بن مالك يا بني إن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ماذا أكتب يا ربي؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة، رفعت الأقلام وجفت الصحف. دي قضية معروفة. فإيه اللي بيحصل في ليلة النصف من شعبان على رأي هؤلاء؟ لكن طبعا هو الرأي الراجح إن ليلة القدر اللي بيحصل فيها الكلام ده اللي هي في آخر شهر رمضان. لكن هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا الرأي عدد من العلماء إن هي المذكورة في أول سورة الدخان، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. قالوا ليلة النصف من شعبان يطلع الله ملائكته على ما قدر لخلقه من الأرزاق والآجال والمقادير. لكن الرأي الراجح زي ما قلنا إنها مش هذه الليلة. على أي حال هي ليلة جادرة بالاهتمام والاعتناء، وإن احنا نقوم هذه الليلة ونصوم نهارها ونقبل على الله سبحانه. صيام نهارها سنة. 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 مؤكدة. طبعا. نعم. ومعظم أيام شعبان كده. يعني معظم. وبعدين اللي حيصوم 15 مي. وبعدين 14 و13 بقى الثالث أيام القمرية، الأيام القمرية. نعم الأيام. نعم. البيض. فهي هذه الليلة المباركة. هنصوم نهارها ونعمل إيه تاني؟ هنصوم نهارها ونقوم ليلها. نصلي. نجتهد. عارف حضرتك من قام من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. ومن صلى يعني نصلي ليلة النصف من شعبان قيام الليل بعد العشاء مثلا، ونصلي العشاء جماعة والصبح التراويح اللي الناس درج عليها يعني. نصلي العشاء جماعة والصبح جماعة الفجر يعني. لأن ده حاجة مهم. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل. هل في دعاء مأثور عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الليلة؟ لا، هو في دعاء اللي هو بعض السلف استحبه وجمعه برضه من مجمل أحاديث حضرة النبي. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، أسألك إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مقترا علي في الرزق، فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وضيقي واقتار رزقي، واجعلني عندك في أم الكتاب سعيدا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق
في كتابك المنزل على رسولك المرسل، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، إلى آخر هذا الدعاء. لكن كثير من العلماء يعني قالوا هي اجتهادات، وهي اجتهادات مقبولة ولا بأس بها. أن الإنسان، أنا أرى أن الإنسان لو فتح قلبه إلى الله سبحانه وتعالى بأي دعاء، الدعاء المقبول هو الدعاء الذي أشعر به. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. فأدعو أنا حاضر القلب وأنا مستجيب لله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إيه المطلوب بقى؟ فليستجيبوا لي. ما معنى فليستجيبوا لي؟ استجابة العبد لله، لأن الجزاء من جنس العمل، عشان ربنا يستجيب لي أنا بستجيب لله، حضور قلبي مع الله أثناء الدعاء.